طيب الصوت واضح للجميع؟ واضح. واضح. طيب خلونا نكمل بالسؤال الثاني. اوكي، احنا قلنا غالبا المسائل هون بالاكتريشن يعني بدها تكون نوعين، يا اما غالبا بيكون في عندي بار مربوط مع بار، تمام، او في عندي خلينا نقول رول وعماله ايش بيعمل، خلينا نقول ديسك وعماله بيعمل رولينج عم بلف، تمام. تذكروا هاي شرحناها بالاكزامبل صح؟ خلينا نشوف هذا موضوع الديسك هذا كيف ممكن تجي المسائل عليه. هون في عندي 16.14، اوكي، عم بعمل ريكورد، بعمل ريكورد. طيب هسه شو بيقول لي هون 16 14؟ بيقول لك ديسك رول without slipping، تمام، يعني الاي هاي مش عم بتزحلق. طيب has angular motion، معطيك الانجولر موشن، داتا تبع الانجولر موشن، تمام، بيحكي لك انه ايش، انه الاوميجا 6 والالفا 4، تمام، طبعا راديا بير سكند وراديا بير سكند سكوير، ومعطيك الار اللي هو نصف القطر للديسك هاد عباره عن ايش، نص فوت، تمام. بيقول لك انه الاي هاي مش عم بتزحلق هون، اوكي. طيب فشو اللي بده اياه؟ بيقول لك ديترماين الاكسلريشن اوف بوينت اي عند هذه اللحظه، عند اللحظه هاي، تمام، يعني عند اللحظه هاي كانت الاوميجا والالفا هالقيمه 6 و4، بده عند اللحظه هاي يطلع الاكسلريشن لايش؟ لا، اوكي. خلينا نشوف الكاينماتيك دايجرام اللي رسمهم اول شيء، اوكي. طيب انا هسه بده يتعامل مع تو بوينتس، هو البوينت جي والبوينت ايش، اي صح. هسه الاي انا بدي افترض انها تعمل حوالين الجي، تعمل نوع من الحركه صح، صح. عندي تو كومبوننت، كومبوننت بالاكس وكومبوننت ايش بالواي. طيب يعني انا لو اجيت هسه على القانون الرئيسي تبعي شو عندي، تمام، الاكسلريشن لاي شو بتساوي؟ الاكسلريشن لجي صح زائدا الفا في ار اي اللي هو الراس بالنسبه للدي اللي هي جي، تمام، ماينس اوميجا سكوير في ار اي وريسبكت لجي، صح صح. طيب لو اجينا هسه نسال، هل انا بعرف لك للجي ولا لا؟ اه طلعته، انا بعرفها. كيف بعرفها؟ اللي هو نفسه الالفا بالار طلعها. اه تذكروا لما احنا اشتغلنا قبل، لما اشتغلنا قبل الاكزامبل، قبل ما نفوت على الاكزامبلز، قلنا ما يكون في عندي ديسك وعماله بيعمل رولينج صح؟ قلنا بيكون في له فيلوسيتي سميناها البي جي صح؟ قلنا عباره عن قيمتها بتساوي اوميجا في ار، تمام؟ الدايركشن تبعها، تمام؟ اذا كانت اللف خلينا نقول مع عقارب الساعه بيكون لليمين، عكس عقارب الساعه بيكون ايش؟ لليسار، تمام؟ والاكسلريشن للجي ما لها تو كومبوننت، لها كومبوننت واحده بس صح؟ اللي هي الفا في ار قيمتها، طلعنا قيمتها احنا من قبل. طب نستفيد من الشغله هاي، صفت انه انا عشان اعرف الاكسلريشن للجي، تمام، بكل بساطه بس بضرب الفا في ار داست صح، بطلع انا الاكسلريشن للجي اللي هو الفا في ار اللي 4 في نص، تمام، تطلع 2 فوت بير سكند سكوير، تمام. طبعا هو اللف هون لاي باي اتجاه جاي؟ جاي عكس عقارب الساعه صح، وبالتالي كيف بدها تكون الموشن؟ يعني كان الموشن هو بيتحرك زي هيك صح؟ صح؟ وبالتالي الفيلوسيتي بدها تكون لليسار والاكسلريشن بده يكون لوين؟ لليسار. لليسار. طيب هيك انا صرت بعرف الجي، يعني انا في عندي تو بوينتس، البوينت اللي عندي البوينت جي والبوينت الثانيه اي صح؟ صح؟ هسه انا شو بدي اساوي؟ بدي اعمل ترانسليشن وبعدين اعمل ايش؟ روتيشن. يعني شايفين الخط هذا؟ نفترض شغله مثلا، افترض ان انا اول شيء الخط هذا عملت له موفينج صح؟ الجي ايه؟ وبعدين عملت له ايش؟ روتيشن
صفت هاي A برايم وهاي إيش A. ده عمله بعدين إيش روتيشن لحد ما A بتطبق على A. A برايم بتطبق على A. وصلت؟ لو أجينا هون دايركت هاي موجود عندك القانون بتعوض فيه تعويض مباشر. الأكسلريشن لأي أنا بديها أنا ما بعرف طبعاً هو مفترض إلى كومبوننت بالإكس وإلى كومبوننت بإيش بالواي وبيشوف شو بيطلع معه. دكتور بس بصير تفهمني إنه كيف A G بس بتحرك يعني باتجاه واحد. كفهم يعني. لأنه ال G السنتر أوف جرافيتي تمام هي يعني لما يعني كأنها بس بتعمل ترانسليشن عم بس عم تتحرك translation motion. أوكي. لأنها ما بتدور. فهمت علي؟ لما البوينت تتحرك translation يكون فيها بس component واحدة. صح؟ بعرف هذا الإشي بس مش قادر أتخيل. إنسالي. أنا بدي تنسيلي شغلة بدي تنسيلي إنه هي جاية إيش جوا rigid body. واصل؟ يعني هي نقطة والنقطة هاي عمالة بتتحرك هسا يعني كاشتقاق احنا اشتقينا انه بالنهاية انه بتساوي الفا في ار احنا افترضنا اول شيء فيه لتو كومبوننت وربطنا الـ A مع الـ G اعتبرنا انه الـ A هي عبارة عن ستنتين والسنتر اوف روتيشن ربطناهم مع بعض فهمت علي؟ بس هو لو انا بدي اشوف الـ G السنتر اوف جرافيتي هاي لإشي عماله بلف هي فعليا النقطة هاي كأنها بدي ايش بتتحرك بس ايش ترانسليشن موشن صح؟ وصلت ولا لا؟ مش كثير بس وصلت طيب برجع خليها لاخر المحاضره لاخر المحاضره نرجع نكملها مع بعض اوكي بس على اساس ما نقطعش الاكزامبلز ويروح علينا الوقت اوكي طيب هسه ما دام احنا اجينا هون بالنسبه لايش للاكسلريشن الاكسلريشن للجي شو بتساوي ماينس 2 اي اللي قلنا 2 باتجاه الاي النيجاتيف لان بالاكس النيجاتيف اوكي زائدا الالفا عندي قديش قيمتها 4 باي اتجاه جاي زي هيك باتجاه الزد الموجب صح ار اي وذ ريسبكت لجي اللي هو هاد جاي لتحت اللي هو 0.5 بس باتجاه ايش الواي السالب صح اللي ماينس جي اوميجا سكوير 6 في القيمه هاي عوض بالقيم هاي واعمل كروس برودكت منها راح تحصل الاكسلريشن الجي جاي عباره عن ايش؟ لاي هي عباره عن 18 باتجاه الجي اوكي؟ يعني بس عندي ايش؟ باتجاه الجي اوكي؟ تمام؟ في حدا مش فاهم السؤال هذا؟ يعني بالنهايه انا بس ما فهمت ليش باتجاه الاكس انه اول شيء صفت 0 والقيمه هاي اللي باتجاه الواي صفت 18 تمام هو بس بدك انت تتخيل الموضوع يعني مرات يعني انت بتعوضي بالفيكتورايزيشن تمام بس بالنهايه يعني طلعوا هون لما اجي اشتغل سكيلر الاكسلريشن باتجاه السكيلر صفت ماينس 2 زائد ماينس زائد 2 بتساوي 0 صفرت اوكي باتجاه الواي صارت بتساوي 18 الاكسلريشن توتال راح يصير برضه ايش 18 وصلت دكتور يعني هيك النقطة دكتور هلا كيف عرفت انها باتجاه الاكس اللي على اليمين الاي مرة ثانية كيف هلا الاي اول شيء كيف انه عرفت اول شيء انها صفر وكيف عرفت اول شيء لما عينت اتجاهها انها لليمين ليش ما تكون لليسار مع انا بفترض انها باتجاه الموجب انا ما بعرف الاي الاكسلريشن باتجاه الاكس والواي انا فرضتها باتجاه الموجب اذا طلعت القيمة هاي بالماينس معناتها بالعكس بده يكون عكس الموجب تبعك وصلت تمام طب هي كيف تطلع زيرو فاهم هاي ليش تطلع زيرو اتجاه الاكس ما هي انت دايركت تعالي هون انت بس عوضتي دايركت بالقانون صح لما عوضتي هسا عندي اول شيء ال AG عندي بس باتجاه ال I ماينس 2 صح؟ طيب هون انا عندي ال K في ال J هون راح تصير I صح؟
بس بالماينس، ماينس ماينس راح تصير بوزيتيف، فهاي راح تشطب هاي القيمه هاي راح تشطب هاي صح. وعندي هون اللي هو ايش القيمه هاي سالب في سالب راح تصير موجب صح. 6 تربيع اللي 36 في نص راح تصير ايش 18. وصلت؟ يعني هاي راح اخذ هاي جماعه الاي صح، الاول ماينس 2 اي صح، و4 كي في ماينس نص الجي شو بتساوي بلس بلس 2 اي ماينس 2 اي وبلس 2 اي شو بتساوي زيرو صح صح. هسه القيمه اللي هون شو بتساوي 36 في نص يعني 18 صح في الجي. هسه اجينا على الاشاره ماينس في ماينس بلس، هاي صفرت وهاي كذا بسطت كل الاكسلريشن لاي هو بس باتجاه ايش باتجاه ايش الجي دايركشن صعب. طب دكتور صعب دكتور طيب بما انه الاتجاه باتجاه الاكس كانت صفر مش معنى انه النقطة ما بتتحرك صح، لانه هذا بالنهاية تسارع مش سرعة. لا هو التسارع بيختلف عن السرعة، هو إلا تسارع بس إلا سرعة عند النقطة هاي انا بفترض ان سرعتها زيرو لان هي instantaneous center of rotation zero rotation عند اللحظة هاي الى zero velocity صح، لكن الى ايش الى تسارع، بس التسارع مش باتجاه الاكس، التسارع باتجاه ايش باتجاه الواي عندي. فهمت علي؟ يعني بالمحصل النقطة هاي بتتحرك ولا لا على يمين ويسار؟ هي بتتحرك بس انا لما احنا بناخذ عند لحظة معينة، يعني الديسك هذا عمال بيعمل رولينج صح؟ يعني هو كمان شوي وين بده يكون؟ بده يكون هيك وبعدين هيك صح؟ بس انا عم باخذ عند لحظة معينة وبوقف وبحسب عند اللحظة هاي صح؟ مش ادى انستنت، وبيقول لك هون بسؤال ادى انستنت عند هذه اللحظة صح؟ تمام؟ هسه عشان ما تغلبوا حالكم، يعني هو مشكلة هون ان انت تتخيلي انه هو كيف عماله بلف والاي الدريفت تبعها زيرو وطلعت في لها كومبوننت باتجاه كذا، والجي لها بس اكسلريشن باتجاه الاكس وهون كذا. لو انا تخيلت شغله، خلينا نتخيل شغله. اول شيء كقوانين سهل ولا صعب؟ يعني اول شيء انا في عندي 2 بوينتس، انسان انه هو جاي ديسك، افرض انه هو بار تمام. لو انا اجيت سالتك قلت لك في عندي بار، البار هذا له خلينا نفترض هاي بوينت سميتها جي وهاي اي صح، بعطيك الاكسلريشن هون عباره عن 2 تمام. هون انا ما بعرف طردت انه في له ايش 2 كومبوننت، واحده باتجاه الاكس واحده باتجاه ايش الواي تمام. هاي قلنا هاي اكس وهاي ايش اي واي وصلت تمام. وطبقت القانون بكل بساطه، يعني هون في عندي الفا وفي عندي اوميجا، هاي الفا وهاي اوميجا، طبقت القانون زي ما هو وصلت. هسه ليش ما عندي خلينا نقول تانجنشال اكسلريشن؟ لانه عندي هون تقريبا هاي بوينت اوف زيرو فيلوسيتي، يعني كانه البوينت هاي عمالها بتلف حول مين؟ حول الجي، هي لها ايش؟ لو هي الكيرف باث اللي عمالها بتعمل تمام؟ فبالتالي لها كانه بس لها نورمال نورمال فيلوسيتي اللي باتجاه هذا، وهذيك صفرت عندي تمام. فبكل بساطه يعني السؤال هذا حله سطرين، السطر الاول انت بس بدك تطلع الاكسلريشن تبع الجي، ما دام طلعتها صار في عندك نقطه معلومه، والنقطه الثانيه مجهوله صح، وهو معطيك الاوميجا والالفا، صار كل شيء معلوم بالنسبه لك. وصلت تمام. خلونا نعطي الفكره الاخيره تبع السؤال اللي بعديه على اساس ايش نكون ايش غطينا افكار كثيره. طيب هون هذا الاكزامبل احنا حلينا تقريبا، بس للمكان على الفيلوسيتي صح؟ صح تذكروا؟ في عندي بار بيعمل روتيشن والبار الثاني بس بيعمل ايش؟ ترانسليشن. الـ CB.
طبعا هو معطيك هون معطيك السي كل شيء بالنسبه لها تمام، معطيك هون اوميجا سي بي 10 واوميجا اي بي 10. طبعا انا ممكن بس اعطيك الفيلوسيتي تبع الايه، تخيلوا بالسؤال هذا اعطيك بس الفيلوسيتي تبع الايه وانت بدك تطلع اوميجا اي واوميجا بي من خلال الطريقه تبع الاي سي. تتذكروا كيف طلعناهم صح؟ تمام. هسه بس تطلعهم بعطيك برضه الاكسليشن للسي قيمتها 1، فانت من خلالها بتقدر تبني الشغلات الثانيه تمام. يعني تشتغل فيلوسيتي بس تخلص ترجع بتشتغل ايش اكسليشن تمام. يعني عند سبيد سؤال واحد، يعني ممكن يكون سؤال واحد فرعين، الجزء الاول بطلب منك شغلات لها علاقه بالفيلوسيتي وكذا، وبعدين تستخدمها عشان ايش تشتغل الموضوع الاكسليشن تمام. طيب بس عملنا الشغلة هاي هون عندي تمام، خلونا نشوف ايش هاد الكينيماتيك دايجرامز هون. الاكسليشن للبي تمام شو بتساوي؟ هي بس عبارة عن ايش؟ عن نورمال وتنجنشال صح؟ لانه بي ما عم تعمل ترانسليشن بس عم تعمل روتيشن صح؟ صح ولا لا؟ البي شو عم تعمل؟ عم تعمل روتيشن، وبالتالي بس نستخدم مع قانون ايش؟ الروتيشن. اوكي دي الفا في ار بي زائد اوميجا سكوير في ار بي. طلعنا الاكسلريشن لبي صح؟ هسه بدي شو اساوي بعد ما طلعت بي من الروتيشن اللي انا موجود عندي؟ بدي اربط بين البي والسي. اوكي؟ فانا حطيت هسه الفا بي تمام؟ الفا بي بتساوي الفا سي زائدا الروتيشن ريليتيف روتيشن اللي هو ايش؟ البي وذ ريسبكت لمين؟ لسي، يعني السي صارت فيكس هون والبي عماله بتلف حوالين ايش؟ حوالين السي. حطيت ايش؟ ار بي وذ ريسبكت ايش؟ لسي. هاي الفيكتور عندك هون، الشيء اللي انا ما بعرفه اللي هو ايش؟ الالفا سي وذ ريسبكت الالفا سي بي، الالفا تبع هذا، بعرف الاوميجا تبع البار بي سي بس ما بعرف ايش؟ الالفا. صح؟ بتعوض بكل شيء عندك، هاي موجود عندك اللي هو الار هاد اللي هو طوله في كوساين ساين تمام، والاوميجا موجوده عندك، كل شيء واضح عندك ما عدا بيطلع مع عندك مجهولين تمام، اللي هو المجهول عندي هون ايش؟ بس مجهول واحد اللي هو ايش؟ الفا سي وديسبكت الفا سي بي للبار هاد، فبتطلعه هون اللي بتساوي كم؟ 5. اذا انت طلعته تقدر تطلع برضه الفا اي بي اللي هو البار الثاني. اوكي تمام. يعني بالسؤال هاد انا في عندي مجهولين، المجهول الاول هو معطيني ايش؟ معطيك الاوميجا تبع الاي بي والبي سي، بس بده الاوميجا او الالفا تبع الاي بي والايش والبي سي. هسه لما اطلع الاكسلريشن تبع البي هون راح يطلع فانكشن اوف الفا اللي هي 0.2 في الفا اي بي اللي انا ما بعرفها زائدا 20 تمام الجي، حطها بالمعادله هاي راح يطلع معها معادله بالاكس ومعادله بالواي صح؟ اللي معادلتين هون اللي جاي عندي هون هاي هاي المعادلتين، معادله تبع الاي ومعادله تبع الجي تمام؟ عندي مجهولين الفا اي بي والفا سي بي، والمعادله الثانيه بس في عندي الفا سي بي، بتطلع من المعادله الثانيه الفا سي بي بتحطها بالمعادله الاولى بتطلع الفا اي بي. اوكي انا هيك خلصت المحاضره وخلصت الشابتر هذا. اوكي المسائل طبعا في اشياء لو طلعتوا على المسائل هون بالفندمنتال راح تلاقوا في شيء بيكون في عندك بار زي ما احنا شايفين هون عم بزحلق زي الاكزامبل هذا، او رول الرول هذا ممكن يكون عماله يعني بس فريلي على الارض بزحلق، او من خلال انه يكون في عندك ايش زي هون بيكون في جير من فوق وشيء جير من تحت هون تمام. السرعه تبع هاي بيكون في عندك نقطه مشتركه بيناتهم اللي النقطه هاي. اوكي النقطه هاي هي بتكون مشتركه بين الاثنين، وبالتالي الفيلوسيتي تبعهم بتكون ايش نفسها والاكسلريشن نفسها. هون بالاكزامبل هذا في عندك شيء روتيشن وشيء ايش وشيء جنرال بلين موشن. اوكي هاي هي البروبلم الموجودة عندك. اوكي
شوفوا شو الأشياء اللي هي يعني بتmake sense إنه يجي بالامتحان تدرسوها. بس هيك أنا بكون خلصت الشابتر هاد. المحاضرة الجاية راح أروح على شابتر 22 تمام؟ راح أعطي